من رسام مرهف الأحاسيس يرسم لوحات تنبع بالحياة، إلى طفل يكتم صرخات بكائه ويحصي عدد الضربات التي يتلقاها، وشخصية ارتبط اسمها بالقتل والعنف والدمار، عرف بالدموية والإبادة الجماعية لليهود. اختارته مجلة تايم واحدا من بين 100 شخصية تركت أكبر تأثيرا في تاريخ البشرية في القرن العشرين. كيف كانت نهاية حياته؟ هل انتحر أم عاش متخفي بقية حياته؟ في عام 1894 في ألمانيا كان هناك مجموعة من الأطفال يلعبون أمام النهر، وفجأة سقط أحد الأطفال في النهر وجرفه التيار وكان على وشك الغرق. في هذه الأثناء خرج قصيصا من الكنيسة يدعى ماكس تريمل، قام القصيص بإنقاذ الطفل الذي كاد أن يغرق، وبعد 40 عاما هذا الطفل سيكون السبب في مقتل ملايين البشر حول العالم. إنه الزعيم النازي أدولف هتلر، أكثر من مشى على الأرض جنونا. ولد هتلر عام 1889 في النمسا، كان الابن الرابع من أصل 6 أبناء. أما والده فهو ألويس هتلر الذي كان يعمل موظفا في الجمارك. هوية والده غير معروفة لأنه مولود غير شرعي، وكانت والدته تدعى كلارا هتلر وكانت هي الزوجة الثالثة لأب هتلر. كان والده متعصب الرأي وكان يعامله بعنف طوال الوقت هو وأمه، حتى أن هتلر نفسه صرح أنه كان يتعرض للضرب في طفولته من قبل والده. ومن شدة الضرب المتكرر قال هتلر: عقدت العزم على ألا أبكي مرة أخرى عندما ينهال علي والدي بالضرب، وأخذت أحصي في صمت عدد الضربات التي أتلقاها. أما أمي كانت تحتمي في رعب وراء الباب. كان هتلر يحب والدته كلارا لحد الجنون، ويقال أنه في آخر حياته كان يحتفظ بصورتها. هتلر كان طفلا ذكيا وشاطرا في دراسته في الابتدائي، لكنه رسب في الصف السادس، وكان سبب رسوبه تمرده على والده الذي أراده أن يحدو حدواه ويكون موظفا في الجمارك، على الرغم من رغبة هتلر أن يكون رساما. وفي سن 16 ترك هتلر المدرسة الثانوية دون الحصول على شهادته، وبعد تركه المدرسة جمع حقيبته وسافر إلى فيينا معقل الفنون آنذاك، وبدأ يرسم لوحات لمناظر طبيعية وكان يقوم ببيعها لليهود. وهنا ستبدأ قصة كراهية هتلر لليهود. وفي عام 1907 تقدم هتلر بلوحاته إلى أكاديمية الفنون في فيينا وكان واثقا من القبول، لكن أتت النتيجة بالرفض. نزل خبر الرفض كالصاعقة على هتلر، وأوضحت الأكاديمية فيما بعد سبب رفضها وأكدوا أنهم رأوه غير مناسب لمجال الرسم، وأنه يصلح أن يكون معماريا موهوبا، وأن لوحاته التي تقدم بها تبرز موهبته كمعمار وليس كرسام. وبعد هذا الرفض انتهى به المطاف في منزل للمتشردين جائعا فقيرا بائسا، واستمر على ذلك الحال 3 سنوات، يأكل من بقايا الطعام ويتسول قوت يومه ولا يجد لنفسه ما يسد به رمقه. وبعد هذا الوضع المأساوي الذي كان يعيشه قرر هتلر العودة إلى منزل والديه في ألمانيا، وعند عودته وجد أمه أصيبت بسرطان الثدي، وبعدها بشهور توفيت وكانت تبلغ 47 عاما. بعدها قامت عمته بتربيته، وبعد وفاتها ورث منها بعض المال وقرر العودة إلى فيينا أملا في الالتحاق بمعهد تعلم الرسم، لكنه رفض للمرة الثانية. وهذه بعض من لوحاته التي رسمها بريشته. وفي عام 1910 استقر في منزل يسكن فيه الفقراء من العمال في النمسا، وبعد فترة توفي والده. هتلر كان يعاني ووالده على قيد الحياة، كان يفضل أن يعيش متسولا على أن يعيش مع والده، لأنه لم يكن يطيقه بسبب التعامل الذي كان يعامله هو وأمه. وبعد وفاته استلم بعضا من ممتلكاته وسافر إلى مدينة ميونخ للعيش هناك. وفي ميونخ أصبح هتلر أكثر اهتماما بفن المعمار، وفي نفس الوقت كان الغرض من السفر لميونخ هو التهرب من أداء الخدمة العسكرية في النمسا، لكن من سوء حظه تمكنت الشرطة في ميونخ التي كانت تتعاون مع السلطات النمساوية من إلقاء القبض عليه، وبعد فحصه جسديا وجدوا أنه غير لائق للخدمة العسكرية بسبب نحفته وضعف بنيته الجسدية.
لكن عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى في عام 1914 التمس هتلر من الملك البافاري لويس الثالث السمح له بالخدمة العسكرية، وبعد قبوله وبعد أسابيع من التدريب تم توزيع هتلر ضمن فوج المشاة الاحتياطي البافاري السادس عشر الذي حارب في بلجيكا وفرنسا. وتولى هتلر مهمة من أخطر الوظائف في الحروب، حيث كان رسولاً بين الجيوش. وفي عام 1916 وأثناء مشاركته في معركة سوم أصيب هتلر في قدمه، وبعد عامين تم نقله إلى المستشفى إثر إصابته بعمى مؤقت عقب تعرضه لهجوم بغاز الخردل قبل انتهاء الحرب بأيام. وتقديرا لشجاعته في الحرب تقلد هتلر وسام الصليب الحديدي من الدرجة الثانية والصليب الحديدي من الدرجة الأولى، وبعد فترة تم تعيينه جاسوسا للشرطة وكان يتبع قيادة الاستخبارات. ومن هنا بدأ يترقى من منصب إلى منصب وانضم إلى حزب العمال الألماني الذي تغير اسمه ذلك العام إلى حزب النازي. ولأن هتلر كان متميزا بخطاباته ونشاطه المفرط رفع شعارات تدعو الألمان إلى التوحد في أمة واحدة. وبعد عامين من انضمامه إلى الحزب أصبح رئيسا للحزب. وفي عام 1923 قاد هتلر محاولة انقلاب ضد الحكومة الألمانية انتهت بالفشل، وحكم على هتلر بالسجن 5 سنوات بتهمة الخيانة، قضى منها 9 أشهر استغلها في إنهاء المجلد الأول من كتاب كفاحي الذي لخص سيرته الذاتية والذي بيعت منه 10 ملايين نسخة. وبعد خروجه من السجن منع من إلقاء الخطابات. هتلر اقتنع أنه لا يوجد طريق إلى السلطة إلا عن طريق الانتخابات. وفي عام 1929 انهارت بورصة وول ستريت والتي بسببها طلبت أمريكا من ألمانيا تسديد ما عليها من ديون، وعاد اقتصاد ألمانيا أسوأ مما كان. فانتهز هتلر الفرصة وبدأ يلقي خطابات رنانة واجتماعات في كل مكان، وحقق حزبه نتائج كبيرة ونجح بالأغلبية في البرلمان، وتم تكليف الحزب النازي بتشكيل حكومة كاملة. وفي عام 1933 عينه الرئيس الألماني هيندنبرغ مستشارا لألمانيا، وبمجرد وصوله إلى السلطة أسس هتلر ديكتاتورية مطلقة، فبدأ بالقضاء على خصوم النازية وقام بحظر الصحافة المعارضة لأهداف القومية والوطنية لحزب النازي. ولكي يجلب تعاطف الشعب حسن مستواهم المعيشي، فبعدما كانت نسبة البطالة 6 ملايين أصبحت 0، والاقتصاد الألماني بدأ بالانتعاش بشكل كبير، وبدأ بإنشاء مصانع السلاح في كل ألمانيا، وهذا ساهم في القضاء على البطالة. وفي عام 1934 توفي الرئيس الألماني هيندنبرغ، حينها وافق قادة الجيش على دمج المستشارية والرئاسة في منصب واحد، وانتقلت معها القيادة العليا للقوات المسلحة إلى الرايخ الاسم الرسمي لألمانيا، وأدى الضباط والرجال قسم الولاء لهتلر شخصياً. حكم هتلر ألمانيا وأطلق على نفسه زعيم ألمانيا ومستشارها. والآن السؤال الأهم، لماذا كان هتلر يكره اليهود؟ أول سبب الذي أشعل نيران الحقد داخل هتلر اتجاه اليهود. في الوقت الذي كان هتلر يرسم لوحاته ويعرضها للبيع، كان اليهود مسيطرين على جميع أنواع التجارة في فيينا. كانوا يقومون بشراء اللوحات بأبخس الأسعار ثم يعيدون بيعها بمبالغ طائلة، وهذا ما تعرض له هتلر. كانوا يقومون بخداعه ويقللون من رسوماته لكي يأخذها بثمن رخيص، وهذا تصرف ساهم بكرهه لليهود. لكن تعتبر وفاة والدته هي القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقول المثل. فكما قلنا والدته كانت مصابة بسرطان الثدي، وعندما كانت تتعالج قام الطبيب اليهودي إدوارد بلوخ الذي كان يعالجها بحقنها بجرعة زائدة من مادة أيدوفورم التي كانت آنذاك العلاج المعتمد لسرطان الثدي، وتوفت جراء ذلك. ومنذ تلك اللحظة لم يسامح هتلر الطبيب اليهودي ونصب لهم العداء، مدعيا أنهم جميعا يعانون المرض وأن عليه أن يكون الطبيب المداوي. ورغم الكراهية الشديدة لليهود إلا أن هناك اعتقاد بأن هتلر كان من أصول يهودية. وبعد معاهدة فيرساي كانت مرارة الهزيمة مسيطرة على الشعب الألماني وعلى هتلر شخصيا. شعر هتلر بالخيانة لأن اليهود شكلوا ميليشيات وحاربوا إلى جانب الحلفاء،
وهم فرنسا وروسيا وبريطانيا ضد دول المحور، وهم ألمانيا والدولة العثمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية وبلغاريا. اعتقد هتلر أن اليهود كانوا السبب في الهزيمة لأنهم وقفوا في مواجهة ألمانيا فأراد التخلص منهم، فأعد لهم الهولوكوست أو المحرقة، واحدة من أكبر عملية الإبادة الجماعية في التاريخ راح ضحيتها 6 ملايين يهودي. الإبادة التي نفذها هتلر لم تقتصر على اليهود فقط، هتلر وأعوانه كانوا يتخلصون من مجموعة أخرى من البشر بما فيهم الغجر وذو الإعاقة الجسدية والسود والبولنديين والروس، وكان يتم إبادتهم بأشكال مختلفة مثل الحرق والإعدامات الجماعية وعن طريق معسكرة الموت أشهرها معسكر أوشفيتز. نهاية حياة هتلر. كيف كانت نهاية حياته؟ في عام 1945 سقطت برلين وانهزمت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، وانتهت حياة الزعيم النازي أدولف هتلر منتحرا في ملجأ الفورر، المقر المحصن للمستشارية وقادة الجيش. فهل انتحر حقا؟ الرواية الأولى والتي تعتبر الرسمية هي اقتناع هتلر بالانتحار بعد الهزيمة في الحرب. فعند الساعة 3:30 ظهرا دخل هتلر وزوجته إيفا التي تزوجها في نفس اليوم إلى شقتهما وانتحرا بالسم معا. والرواية الثانية هي أن هتلر انتحر عن طريق إطلاق النار على نفسه بمسدس، مما أدى إلى تطاير جزء من مقدمة جمجمته، وأوصى بحرق جثته بعد انتحاره لكي لا يتم التمثيل بها إذا وقعت بأيدي أعدائه. وبعد انتحاره قام معاونه الشخصي بلف جثته في سجادة رمادية ووضعها داخل حفرة في الحديقة الخلفية للملجأ، وذلك إلى جانب جثة زوجته، وقام بحرقهما كما أوصى هتلر. وهناك رواية أخرى تقول أن هتلر هرب ولم ينتحر، فبعد الهزيمة في الحرب قامت زوجته إيفا بإقناعه بالهروب إلى إسبانيا وبعدها إلى أمريكا اللاتينية، وعاش متخفيا في جبال الأنديز. أما الرواية الصادمة والغريبة تقول أن هتلر اكتشف مكانا سريا متطورا تحت سطح الأرض، وبعد اكتشاف هتلر لهذا المكان أخذ معه كل الوثائق والأدلة التي تدل على هذا المكان، ويقال أنه ذهب إلى مدينة شامبالا التي عاصمتها أغارثا. يقال أن أغارثا مكانا تحت سطح الأرض، وأن هتلر استطاع أن يعرف مكانها وهو الوحيد الذي يستطيع الخروج والدخول منها. وأقوال أخرى تؤكد أن هتلر مات في أرض المعركة، وأقاويل أخرى تقول أن هتلر مات بجلطة قلبية. ورغم هذه الروايات المتضاربة يبقى لغز وفاته يحير الكثيرين ويحاولون معرفته، لكن لا أحد يعلم ماذا جرى بالضبط. وهذه نهاية قصة أدولف هتلر، واحدا من الشخصيات الأكثر جدلا وجنونا وشرا ودموية في تاريخ الحروب.